مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في دردشة جديدة. هذه المرة نستضيف فيها الصحفي جمال الصطيفي لنناقش معه مجموعة من القضايا الرياضية. سي جمال، مرحبا بك. مرحبا بك الأخ أحمد، ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدين الكرام. سي جمال، نبدأ أولا بالتشتت، لو بغينا نسميه التشتت الإعلامي الرياضي على المستوى الوطني. إذا رحتي معي الآن، التجربة تاع الكأس الإفريقية تاع الوداد ولا الرجاء بانت أن الجسم الرياضي المصري كاين واحد التوحد وواحد التكتل، العكس ديال الجسم الرياضي على المستوى الوطني، علاش؟ وكنظن يعني أنا في هذا الجانب، هذا هل هو وجود تشتت أم لا، هذا كيحيلنا على دور الإعلام الرياضي، أش من دور يجب أن يقوم به. للأسف الشديد اليوم كاين مجموعه من الممارسات السلبيه اليوم اللي كاينه في المشهد الاعلامي بشكل عام، ماشي غير في المشهد الاعلام ديال الرياضي. الاشكال الكبير اليوم هو ان واحد الجزء كبير من الاعلام الرياضي واصبح تابعا لوسائل التواصل الاجتماعي، بدل ان يؤثر هو في وسائل التواصل الاجتماعي وان يطرح الاراء ديالو بموضوعيه وبطرق يعني علميه، فللاسف هناك من ينقاد وراء يعني وسائل التواصل الاجتماعي ليرضي بعض الصفحات هنا او هناك. احيانا يمارس شعبويه يعني مقيته، يدغدغ عواطف مجموعه من القاصرين اللي في وسائل التواصل الاجتماعي. كنظن الاعلام يعني قبل ان يكون يعني انقياد وراء كما قلت لك الشعبويه، هو رساله يجب ان تتحلى يعني بالموضوعيه في الطرح وفي التناول. الإشكال اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أصبح عندها يعني دور يعني مؤثر، وإن كان الكثير مما يروج في هذه وسائل التواصل الاجتماعي يعني دور سلبي. وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تريد أن تشكل يعني الصحفيين وفق قوالب جاهزة، وفق قوالب ترضي مع بعض المشجعين المتعصبين. حينما تكتب رأيا يعني لا يسير هواهم، فأنت تنعت بأنك مريقي، أنك محسوب على هذه الجهة أو تلك. حينما تساير هواهم ويعني وتكتب ما يريدون يعني ان يسمعوهم، واحيانا هم يسمحون لانفسهم بكتابه اشياء يمنعونك انت منها. فاشكال يوم ديال الاعلام الرياضي ليس كله بطبيعه الحال، وانما جزء من الاعلام الرياضي، وخصوصا بعض الدخلاء على مشهد الاعلام الرياضي ممن لا علاقه لهم يعني بالمجال، ويتطفلون عليه وينصبون يعني ينصبون المشانق للناس الذين ينتمون لهذه المهنة. فكنظن الإعلام الرياضي لا يمكن أن يراجع نفسه لوحده، لأنه هو جزء كما قلت لك من منظومة. الإعلام بشكل عام يعني لديه يعاني، هناك يعني الكثير من الاختلالات، والاختلالات لن يصلحها الإعلامي يعني لوحده، وإنما المنظومة العمل بشكل عام. ذكرت السي جمال المواقع التواصل الاجتماعي، وأنت واحد من الصحفيين اللي حاضر في هذه المواقع التواصل الاجتماعي، يعني وتشن عليك حروب يعني من طرف بعض، باش ما نعموش، بعض من أنصار فريق الرجاء البيضاوي. علاش التوتر بينكم وبين أنصار فريق الرجاء البيضاوي؟ ما كنظنش أنا عندي شي توتر مع أنصار أي فريق، ما كنظنش. وما كنظنش يعني كنظن هناك البعض يحاول ان يزرع واحد النوع من سوء الفهم، هناك البعض يعني يشن حملات يعني للاسف هم من سيحاسبون عليها، لانه حينما يعني تشن حملات يعني شعواء يعني بدون مبنى بدون معنى يعني ضد شخص فقط لان رايا كتبه في وقت من الاوقات ضد رئيس اسبق، وانت محسوب على كتائبه وتواصل شن هذه الحمله عليه، فانت من يجب ان يجيب على هذا السؤال؟ اما انا علاقتي بكل الانديه المغربيه والرياضه بشكل عام هي علاقه احترام. طبيعة الحال الصحفي لابد ان تكون له اراء جريئه، ان تكون له اراء شجاعه في الوقت يعني المناسب. للاسف الناس اليوم لديها ذاكره السمك، الناس لا تريد يعني من الصحفي ان يمارس يعني مهامه زوينه الذاكره تاعك لا تريد من الصحفي ان يمارس يعني مهامه. صحفي طبيعة الحال قد نصيب وقد نخطئ، ولكن الاشكال فين كاين؟ اشكال اننا عندنا متلقي، واحد فئه كبيره من هاد المتلقين ما عندهاش ادوات تحليل، فمن السهل يعني صياغتها، من السهل دغدغت مشاعر ديالها، من السهل دغدغت يعني الاحاسيس ديالها. ف ماشي هذا في الرياضه بشكل عام ولا في كره القدم، في المجتمع ديالنا بشكل عام ما عندناش يعني ناس، واحد الفئه كبيره واعيه عندها ادوات تحليل، ولكن للاسف اللجنه عاوتاني بحثوا على اشياء لقاو في مناهج التعليم ديالنا ما عودوناش على اننا نحلوا
نسمعوا شيء ولكن ماشي غير نطلقها كما هو، ولكن احلل هذاك الخطاب، احلل هذاك الراي هل هو صحيح، احلل مثلا حينما يجي عندي انا واحد الشخص هو مثلا المواطن المغربي كتجي كتكلم معاه على شخص اخر دغيا كيمشي معك في الخط، بخلاف مواطن اوروبي مثلا يقدر يتصنت لك ولكن لابد انه يسمع الراي ديالو ديال الطرف الاخر باش انه يسكل واحد الصوره كامله. فكنظن اشكالات كبيره كنعانيو منها ولكن لا نتفاعل معها. نخليو شويه مواقع التواصل الاجتماعي جانبا ونعاود نرجعوا لهذا الموضوع هذا. هو الهزيمه تاع الوداد في القاهره، يعني الوداديين غاضبون جدا من النصيري، يعني كيفاش انت القراءه ديالك لهذه الهزيمه هذه؟ وبالنسبه لي طبيعه الحال الا ما كانوش غاضبين غيكون شي حاجه، ماشي هي هذيك هزيمه ديال فريق من حجم الوداد، اقصاء ديال الفريق من حجم الوداد، ماشي الاشكال هو في الاقصاء وانما طريقه الاقصاء هو اللي تثير الغضب، لانه الوصول يعني الوداد راه تقصى في الدور نصف النهائي، ولكن طريقه الاقصاء اللي كانت مخجله بالنسبه للفريق الوداد لا تساير طموحات جمهور الوداد. اليوم جمهور الوداد اعتاد على انه دائما التواجد يعني في في في, في منصات التتويج، اعتاد انه هذه الخمس مواسم الاخيره دائما الوداد حاضر بقوه، اما بطل ديال المغرب في اسوء الحالات كيكون هو صيف، بطل ديال افريقيا، لعب مقابله نهائيه كنعرفوا التداعيات ديالها، المشاركه الاولى كانت دور نصف النهائي، اليوم ايضا واخا الاقصاء يعني دور نصف النهائي، ولكن راه كنظن بعد موسم ديال التتويج اللي كان توج الوداد بدوري ابطال افريقيا في الموسم الموالي الوداد خرج من الدور ربع النهائي امام سطيف، ولكن مع ذلك جمهور الوداد اللي كان حاضر في ملعب محمد الخامس رغم الاقصاء صفق اللاعبين صفق لهم لان الاداء كان باهر وكان واحد سوء طالع في المباراه، كنظن واحد 20 ولا 25 فرصه ديال التسجيل اللي كانت في المباراه ديال وفاق سطيف، ولكن الجمهور ما كانش غضب ديالو كبير صفق اللاعبين بخلاف الاقصاء امام الاهلي لانه تخسر ذهابا وايابا، الاداء لم يرقى الى المستوى المنشود فطبيعي يكون هناك غضب. الاشكال الاكبر اللي كيعاني منه الوداد راه السنه الماضيه الاهلي خسروا 5-0 مع سان داونز مع محمود الخطيب، ولكن الاهلي صحوا الاخطاء ديالهم واليوم هما يعني في المقابله النهائيه. الاشكال بالنسبه للوداد في رايي اشكال الوداد كحصيله يعني ديال هذا المكتب المسير وحصيله ديال سعيد الناصري كتبقى حصيله ايجابيه، هذا يعني هو السؤال ديالي، ولكن باش ما نديروش ويلو للمصلي، الاشكال هو في التدبير ديال الفريق، حاله من التخبط، حاله من الارتجاليه، حاله من العشوائيه، حاله من فقدان الثقه اليوم ما بين جمهور الوداد ورئيس النادي، لانه دائما كيقول لهم اصلاحات هيكليه ولكن ما كيديرهاش. اليوم الا ما دارش عاوتاني مره اخرى هذه الاصلاحات الهيكليه اللي هي خاصه فعلا ممكن نفصلوا فيها غتكون يعني طامه كبرى. واش ما تتشوفش معايا بان ما عاشته الرجاء بعد ابو دريقه يمكن ان تعيشه الوداد الان ما بعد النصيري؟ وكنظن بالنسبه يعني الحاله ديال فريق الرجاء من بعد بودريقه هو ده. هنا نرجع لك السؤال اللي كنت طرحتي لي، قلتي هي اسباب، انا من الناس الاوائل اللي كانوا كيتحدثوا على التدبير الكارثي انذاك ديال محمد بودريقه، وكانوا بزاف الناس ما كانش كيعجبهم الكلام ديالي بدارعه النتائج التي كان يحققها، ولكن كان عندك كنطالع التقارير الماليه وما الى ذلك، وهذا من احد الاسباب يعني المباشره اللي بقات دارت واحد التراكم مع هاد الناس ديال هاد الشخص هذا اللي اساء كثيرا يعني المجموعه من المشتغلين في الاعلام، لانه كان يوظف كتائب يعني في وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تشتغل الى اليوم. للاسف احنا هذه البلاد لا احد يحاسب، احيانا كتكون ادله على هذا الشيء، ولكن للاسف البلاد تحاسب البعض ولا تحاسب البعض الاخر. هذا السيد اساء ماشي المشهد الكروي، اساء المشهد الاعلامي، كان يوظف كتائب كما قلت لك في 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 في, في وسائل التواصل الاجتماعي وكاين ادله عليها، وللاسف لا احد يتحرك في هذا الاتجاه، وهذا احد الاسباب اللي تكلمت عليه انت مع بعض يعني الفئات اللي كتعتبرك انت يعني ضد الفريق ديالهم، ولكن لا انا كنت ضد واحد السلوك، ضد واحد التسيير كان عشوائي كان اللي قاد الرجاء للهويه قبل ما تجي يعني محاولات ديال الانقاذ وينجح يعني المكتب الحالي يعني في وضع الفريق على السكه الصحيحه. فبالنسبه للمقارنه ديالك ما بين يعني فريق الرجاء والوداد وهل يمكن أن تعيش الوداد ما عاشه فريق الرجاء، كل شيء ممكن، لأن اليوم إذا ما كانش تدبير معقلا، إذا ما كانش تدبير محكم، إذا ما كانش هيكلة تمس كل جوانب يعني فريق الوداد، فممكن أنه تعيش يعني سيناريو مماثل، ولكن إذا كانت الهيكلة وكان يعني النفقات المالية كتمشي في اتجاه صحيح، وعندك إدارة تقنية حقيقية، وعندك إدارة ريادية حقيقية، وعندك مكتب مسير حقيقي، وعندك منظومة إعلامية يعني تساير
تطلعات جماهير ديال الوداد، اعتقد ان الامور يمكن ان تمضي في الاتجاه الصحيح. حاجه اخرى، اليوم معظم الانديه المغربيه اليوم تعيش مشاكل ماليه كبيره، يكفي اليوم طالعوا على الارقام ديال الاحكام ديال لجنه النزاعات، اكثر من 20 مليار هذه احكام ديال لجنه النزاعات، فما بالك ايضا بالاحكام ديال الفيفا واحكام ديال الطاس. هذا ناقوس خطر لا يهم فقط الوداد والرجاء، وانما يهم كره القدم المغربيه بشكل عام. في رايي المسؤول عن ذلك هي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم يجب ان توقف النزيف المالي. كيف توقف النزيف المالي؟ بمنع الانديه من اجراء انتدابات اذا كانت لديها نزاعات. هذا هو يعني النقاش الحقيقي اللي يعني خصنا نطرحوه. يعني انت مع منع الانتدابات هذا الموسم؟ انا مع، ماشي منع الانتدابات بشكل عام. اليوم حنا كنتكلموا اليوم على اللعب المالي النظيف، ولكن كنشجعوا الانديه اللي عندها تدبير معقل وتدبير محكم. بطبيعه الحال يجب ان امنع الانديه اللي عندها كتفوق، بطبيعه الحال كتحدد هذيك النسبه، واش 20% من الميزانيه ديالك انت، او المهم كتحددها انت كجامعه او كلجنه مراقبه ماليه الانديه، لان هذه مسؤوليه ديالك. الى غرق نادي ماليا حتى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عندها مسؤوليه، لان انت عندك ادوات الرقابه. وهل ادوات الرقابه على الانديه واش كتوظفها ولا لا؟ اليوم هناك انديه في اوروبا تقدر يحقق الصعود قسم الوطني الاول، ولكنه يمنع. لماذا؟ لان ما عندوش ملعب، ما عندوش امكانيات ماليه. اليوم مانشستر سيتي كانوا يمنعوه انه يشارك في الشامبيونز ليغ قبل ما يتم التراجع على القرار، فخصنا نشوف هذا الاتجاه. لان قلت لك حنا اليوم عندنا حاله ديال التضخم، اليوم كتعرفها كره القدم المغربيه، ارقام غير حقيقيه، ارقام على الاوراق ولكنها في الواقع ما كايناش. بالتالي خاص الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عبر لجنه مراقبه ماليه الانديه يعني تطبق القانون. النادي اللي عنده واحد يعني يحدوا النسبه، واكيد هما راه عارفين النسبه، عنده يتمنع من انتدابات باش يكون منافسه شريفه، باش يكون لاعب مالي نظيف، وباش يفوز من يستحق في النهايه ان يفوز. واخا سي جمال، رجعوا للشامبيونز ليغ، الرجاء عندها مقابله مهمه الحد المقبل، كيفاش تشوف توقعاتك حول هذه المقابله؟ واش الرجاء قادر دير ريمونتادا جديده؟ واش يعني شنو؟ بكل تاكيد الرجاء قادر على انه يرجع بالتاهل من مصر. ماشي اول مره اللي دارها الرجاء، ما غتكونش اول مره. 2006 كنتذكروا جميعا كان فريق الرجاء العام مع الزمالك في مدينه الرباط، وخسر في الرباط بهدفين لصفر، ولكن في مقابله الاياب يعني فاز بثلاثه اهداف لصفر. انا ذاك كان اهداف ديال مايغا، العلودي ومحسن ياجور. اكثر من ذلك الرجاء انا ذاك كمل المقابله ب 10 لاعبين بعد الطرد ديال مهدي ازواف في كنظن 13 دقيقه الاخيره، ولكن رجع يعني فريق الرجاء رجع في النتيجه وحقق التاهل، فاز بهذاك اللقب. اليوم الرجاء انهزم في المقابله ديال الذهاب بهدف لصفر، في شوط ثاني يعني كان كله صراحه كان اكتساح ديال فريق الرجاء، كان ضربه جزاء ايضا يعني لم يعلن عنها لصالح فريق الرجاء، كان تحكيم سيء للحكم الكاميروني اليوم. فكنظن الرجاء عنده الامكانيات، المقابله لم تنتهي بعد، صحيح الزمالك فاز بهدف لصفر، كتبقى نتيجه ملغومه للزمالك، ولكن انا الاشكال هو كيفاش غتكون الحاله الصحيه ديال اللاعبين، لانه عدد مجموعه كبيره من اللاعبين ديال فريق الرجاء صابوا بفيروس كورونا، فكيفاش غتكون الحاله الصحيه ديالهم، كيفاش غتكون الجاهزيه ديالهم. فنتمنوا انهم يكونوا يعني في افضل حال، يكون يعني الشفاء، ويكونوا خذوا الحصه التدريبيه الكافيه باش ياخذوا مقابله يعني لن تكون سهله، ماشي فقط على الرجاء، ايضا حتى على فريق الزمالك. ومتمنياتنا يعني بالتوفيق لفريق الرجاء باش انه يمشي المقابله النهائيه ويفوز باللقب لما لا، ويتلاقى مع نهضه بركان في لما لا سوبر يعني مغربي افريقي. رجعوا لمواقع التواصل الاجتماعي ورجعوا للفيديوهات، يعني اثار واحد الفيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ليك خارج من دار تاع السي سعيد النصاري، اثار واحد الضجه واحد الجدال، اشنو هو هذه القصه تاع الفيديو هذا؟ انا كنشوف زعما وعيب اننا نتحدثوا على مثل هذه المواضيع، عيب اننا يعني نترصدوا صحفي او شخص او مواطن عادي يعني في كيمشي وفي كيجي. فكنظن انت السي احمد راك صحفي، كتمشي وقيلا عند الناس وكتلقى بالناس، والصحفي اللي ما كيتلقاش بالناس راه ماشي صحفي، خصو يمشي يدير شي حرفه اخرى. فانا علاش يعني نمشي عند سعيد الناصري ونتلقى مع سعيد الناصري ونتلقى مع فوزي القجع ونتلقى مع جواد الزيات ونتلقى مع عطيف مقترض ونتلقى مع اي شخص؟ هذه داخله في اطار العمل ديالي المهني. فالعيب ماشي فيا انا، العيب في من يترصصون على الناس وفي من يصورون الناس يعني في امور يعني اللي هي شخصيه. فكنظن هنا وصلنا للحضيض، يعني وصلنا لادنى مراتب ديال الحضيض، اننا نسولوا صحفي علاش بطبيعه الحال راه من خدمه الصحفي، انا الشيطان اللي عرفتو غنمشي عنده نسولو نتلاقى معاه نقول له علاش وليتي شيطان. فهذه هي الصحافه للاسف الشديد اليوم، اننا كما قلت لك
هناك من يريد ان ينساق وراء مواقع التواصل الاجتماعي باش انه كما قلت لك هذيك الشعبويه وهذيك الاتهامات الجاهزه. انا صحفي نمشي فين ما بغيت، نتلاقى بين ما بغيت، لانني ما كنتش كنتلاقى بالناس ماشي صحفي، خاصني نمشي نبدل الحرفه. هاد اللقاءات ديالك مع الناس مع طبيعه الحال مع اطراف متعدده ماشي غير مع شخص واحد، انا كنتلاقى مع بزاف الناس، مع بزاف المسؤولين، ماشي غير في كره القدم، في مجالات اخرى في الرياضه وفي غير الرياضه. وهذا هو اللي كيخلي الصحفي يعني يدير واحد الخلفيه تكون عنده معلومات. وكنظن انا قلت لك من اللعبات اننا نناقشوا مثل هذا في غير الرياضه. سي جمال وانا تنعرفك يعني مهتم ايضا بالشان السياسي، نقاش عبي لي كيف البرلمان كيفاش جاك؟ اديتيني دابا اديتيني نقاش اخر. ف كنظن احيانا تواصل حرفه بالنسبه للمسؤول الحكومي ولا المسؤول اللي عنده مسؤوليه ديال تدوير ديال الشان العام، خاصو يوزن الكلمات ديالو، خاصو يعرف انه واحد التواصل جزء من هذاك العمل ديالو. التواصل اللي درتيه بشكل غير سليم ولا درتيه بشكل غير دقيق يمكن ان ينعكس عليك يعني سلبيا، وهذا ما حصل بالضبط في هذه الواقعه هذه، انه كان تواصل سيء جدا وبالتالي مشى في واحد الاتجاه يعني سلبي. شكرا سي جمال، فتحتي لنا قلبك في هذه الدردشه هذه، الى لقاء مقبل ان شاء الله، غتوعدنا بلقاء اخر ان شاء الله. مرحبا سي احمد، كنشكركم ونتمنى لكم يعني التوفيق ان شاء الله. شكرا سي جمال، شكرا مشاهدي الكرام على هذه على التتبع ديال الدردشه هذه، والى لقاء في دردشه جديده ان شاء الله.